أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري وإشكالية الملف الأمني. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري أن الحكومة تعاني من تعدد التشكيلات العسكرية والتدخلات في مهامها. وضح الميسري خلال ترأسه لقاء بأئمة وخطباء المساجد في عدن أن الحكومة لا تتحكم بالأجهزة الأمنية وحدها، فهناك من يشاركها وينازعها المهام العسكرية. وشدد الميسري على ضرورة توحيد أجهزة الدولة مع القبول بأي دعم يقدم من التحالف للأجهزة الأمنية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من المسؤول عن الملف الأمني في عدن، ومن يتحمل مسؤولية الانفلات والاغتيالات المتكررة، ولماذا كل طرف يرمي بالمسؤولية على غيره بينما عدن وسكانها يدفعان الثمن. نبذة النقاش بعد التقرير. العلاقة مع التحالف في المناطق المحررة بحاجة إلى تصويب. إشارة حكومية أزاحت الستار عن استمرار التوتر الخطير بين السلطة الشرعية المنفية قسراً والإمارات التي تتحكم بالمشهد العام في العاصمة المؤقتة إلى حد كبير. جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، موضحاً في كلمة له أمام مؤتمر للخطباء والدعاة بمحافظة عدن عقد الأربعاء أن السلطة الشرعية تسعى لهذا التصويب الإيجابي. ثمة حقيقة أعاد الوزير الميسري تأكيدها بوضوح، ومفادها أن وزارة الداخلية وأجهزتها ليست المتحكمة الوحيدة في المشهد الأمني بالعاصمة المؤقتة، لأن هناك من يشاركها وينازعها، في إشارة واضحة إلى الحزام الأمني وغيره من التشكيلات الأمنية الأخرى التي تعمل بعيداً عن نفوذ الحكومة. لسنا المتحكمين وحدنا في المشهد الأمني، هناك من يشاركنا، هناك من ينازعنا، ولكننا سائرون بفضل الله سبحانه وتعالى، ولدينا الإصرار والعزيمة على أن تكون أجهزة الدولة الرسمية هي صاحبة القول الفصل والوحيد في السيطرة الأمنية. اللافت في الرسالة الكاشفة عن طبيعة التوتر المستمر في العلاقة بين الشرعية والإمارات أنها جاءت مقترنة بتعهد من الوزير بعدم السماح بمحاربة مهمة الخطباء والدعاة في عدن تحت أي مظلة كانت. ولن تغلق مدارس التحضير، ولن نسمح بأن يتم محاربة الدعوة تحت أي مظلة كانت لثقتنا في من يقومون على هذه المدارس. في المساحة الشائكة نفسها قرر الوزير الميسري مواجهة النفوذ الأمني للإمارات والذي تمارسه التشكيلات المسلحة المنضوية تحت نفوذها وإرادتها وتمويلها بعد أعوام من الفوضى والإرهاب اللذين حصد العشرات من الدعاة والسياسيين والنشطاء والقادة العسكريين والأمنيين. الوزير الميسري أزال اللبس عن موقف الحكومة حيال هذه الجرائم بتأكيده أن الاستهداف للدعاة والخطباء والأئمة ليس فعلاً عبثياً، بل استهداف ممنهج ويسير بشكل منظم وهناك من يدعمه. سبعة أشهر من الهدوء على جبهة المواجهة السياسية بين السلطة الشرعية والإمارات لم تكن كافية لتبديد الشكوك بشأن الدور الخطير الذي تؤديه الإمارات في سياق سعيها لتقويض السلطة الشرعية للبلاد وتكريس وقائع جديدة قوامها النفوذ الخارجي المحمول على دعوات التشطير والتقسيم من كيانات تدعمها الإمارات وترعاها بوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار. أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. وأيضا ينضم إلينا الصحفي منصور صالح من القاهرة، أهلا بك أستاذ منصور. أبدأ مع الأستاذ عبد الرقيب، بداية ما الذي استوقفك في التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية وقراءتك لهذه التصريحات وأهمية ما جاء فيها؟ مساء الخير أخ سامي، التحية لك ولضيفك ولمتابعي القناة. شكرا لك. تصريحات الوزير الميسري نائب رئيس الوزراء هي تصريحات قوية ومسؤولة، وهي المنتظرة من قبل الشارع اليمني عموما وشريحة الخطباء وأئمة المساجد الذين عانوا الأمرين، عانوا القتل والاغتيالات والتصفيات والتشريد. هناك إحصائية تتحدث عن مقتل اغتيال ما يقرب من 35 إمام وخطيب مسجد في عدن، وتشريد يعني أكثر من 200 خطيب وإمام مسجد هربوا من عدن خوفا على حياتهم
وسط هذا الفراغ والعبث والفوضى الأمنية التي تمثل الأجهزة الأمنية التي تطلق على عدن أحد هذه الأدوات التي هي جزء من المشكلة، وحتى اليوم لم تقدم متهم واحد إلى القضاء ولم تنهي هذه الظاهرة. بالتالي تصريحات الوزير الميسري تصريحات قوية ومسؤولة، وإن كانت قد تأخر هذا اللقاء، تأخر لقاء الحكومة مع شريحة الخطباء والأئمة الذين عانوا هذه الويلات وهذا العبث إلى أن وصل الحال بأحد الخطباء كما تابعنا بالأمس أنه يخرج من منزله وهو يحمل على يديه كفنه لأنه يتوقع أن يقتل في أي لحظة. بالتالي تصريحات الوزير الميسري تصريحات مسؤولة، ننتظر أن يميط اللسان عن قتلة الشيخ راوي وهو إمام وخطيب في البريقة وقيادي في المقاومة التي يعني دافعت عن عدن، وأن نعرف خيوط هؤلاء وإلى من ينتمون. تحدث الوزير الميسري عن أن ما حدث للخطباء والأئمة ليس عملا عبثيا بل اغتيالات ممنهجة وتصفيات يقف لديها مولين ولديها فاعلين ولديها مخططين. إذا هو يحاكم المشهد الموجود في عدن والذي عبر عنه الرأي العام. طيب سأعود لأسألك أستاذ عبد الرقيب، هل ستكشف الحكومة ووزارة الداخلية عن كل هذه الحوادث ومن يقف خلفها؟ أرحب مرة أخرى بالأستاذ منصور صالح الصحفي من القاهرة ينضم إلينا. أهلا بك أستاذ منصور. إلى أي حد تصريحات وزير الداخلية الأخيرة التي كانت بالأمس هي شخصت الواقع بشكل حقيقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد أنها تصريحات ربما تحمل في مضمونها نفيا لكل ما كان يشاع من إشاعات ومن محاولات الإساءة للأجهزة الأمنية أكثر من كونها إدانة كما يحاول البعض تصويرها. الأجهزة الأمنية في عدن كانت تقول منذ فترة ماضية أنها قد تمكنت من القبض على قتلة الشيخ راوي وخليتين من قتلة أئمة المساجد، وذلك ما كان دائما يقابل بالتكذيب والتشويش. وجاء اليوم الأخ أحمد الميسري ليؤكد ما يقوله الأمن وما قاله الأخ مدير أمن عدن اللواء شلال علي شاع، وأيضا يضاف إلى تلك ما سبق أن أكده الأخ نائب وزير الداخلية ردا على تسعى باتجاه ترسيخه من 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 معلومات وأفكار بعض الأجهزة الإعلامية حول وجود السجون السرية. وجاء الأخ نائب الوزير ليقول أنه لا توجد سجون سرية، إن وزارة الداخلية والحكومة اليوم هي من تتولى من وجهة نظرنا مشكورة الدفاع عن الأجهزة الأمنية في عدن وعن قيادة. طيب. تتحمل مسؤوليتها كما تقول، لكن ما رأيك بالنقطة التي أشار لها وزير الداخلية في ما يخص أن الأجهزة الأمنية اليوم ليست من تملك الكلمة الفصل في المشهد الأمني في عدن، هناك من ينازحها في صلاحياتها بسبب وجود تشكيلات عسكرية أخرى؟ حقيقة لا أدري ما الذي يقصده الأخ وزير الداخلية، وكنا نتمنى أن طالما وقد امتلك الجرأة على الحديث في أمر كهذا أن يتحدث بوضوح أكبر ليزيل أي لد وليقطع الطريق أمام أي تفسيرات. نحن نعتقد أن الأجهزة الأمنية في عدن تقوم بدورها وهي في الأساس خاضعة للوزير الداخلية وتعمل في تحت إمرته وبكل خاصة أمن عدن وهو الجهة الأقوى وهي الجهة التي تمكنت من إلقاء القبض على الخلايا التي دخلت عمليات الاغتيالات التي بشر بها الأخ وزير الداخلية يوم أمس. الأجهزة الأمنية في عدن هي خاضعة ومعينة من قبل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتخضع لسلطته، وبإمكانه اتخاذ ما يراه من إجراءات في حال رأى قصورا في أي جهة. بالنسبة لك أستاذ منصور، بالنسبة لك أستاذ منصور كمحلل ومتابع ومهتم في الشأن، إلى أي حد وجود تشكيلات أخرى ربما عسكرية وأمنية داخل المحافظات المحررة باعتقادك هي تعرقل من عمل الأجهزة الأمنية اليوم؟
ما زالت الحاجة ماسة لتوحيد الأجهزة الأمنية في جهاز أمني واحد، أيضا تحديد أو وضع غرف عمليات موحدة تتمكن من إدارة العملية الأمنية بعدل، لكن هناك ربما إلى اللحظة من لا زال يعتقد أنه بإمكانه تعطيل عجلة البناء الأجهزة الأمنية حتى لا تقوم بالمهام المنوصة بها في ترسيخ الأمن والاستقرار في عدن وعبوب محافظات الجنوب التي تمكنت من ميليشيا الحوثي والقوى المتحالفة معها، والجهود الأمنية تصب الآن في اتجاه توحيد هذه الأجهزة بما يخدم قضية شعب الجنوب ويحقق تطلعات في الأمن والاستقرار. نحن أيضا حين نتحدث عن أجهزة أمنية فنحن نتحدث عن أجهزة أمنية جنوبية خالصة ينبغي أن يكون ولاؤها أولا وأخيرا للجنوب ولشعب الجنوب ولقضية الجنوب. أرحب بضيفنا من عدن المحلل السياسي أيضا فهمي السقف. أهلا بك أستاذ فهمي. مساء الخير ومساء الخير عليك وعلى ضيفك العزيزين ومشاهديك الكرام. لو توصف لنا الحالة الأمنية في عدن أستاذ فهمي بداية، ونحن نتابع هذه التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية نائب رئيس الوزراء. يعني الحالة الأمنية تشتم على الانفلات، تترجمه طبعا عمليات الاغتيالات التي تلقى عدن مؤخرا. ليس واحد من الإشكالات تصريحات وزير الداخلية بالقول أن هناك يعني من جهات تتدخل في الشأن الأمنية وإلى آخره، الأمر طبعا ليس بجديد. الأمر ليس بجديد. كذا أنه تدخلات في شأن الأجهزة الأمنية وتعدد الأجهزة الأمنية التي لا سلطان لوزارته عليها ولا للشرعية أيضا سلطان عليها. طيب فيما معناه وإشارة وزير الداخلية أن كما قلت أن لا سلطة له وللحكومة على الأجهزة الأمنية اليوم، وأن هناك من ينازع الأجهزة الأمنية في صلاحياتها داخل عدن. الأستاذ منصور صالح يقول أنه يطالب وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء بتفسيرات أكثر وضوحا وتحديد من هي هذه الكيانات والتشكيلة اليوم التي تعرقل عمل الأجهزة الأمنية. هل هي واضحة بالنسبة لك أنت؟ دعني أكمل. واضحة للجميع، لكن الجميع لم يجب عليها وعندما يكون حول الأمر. بعد ذهاب وزير الداخلية إلى الإمارات صمت ولم يعرف الشارع اليمني ما الذي حدث تماما بخصوص الأجهزة الأمنية، وهل ينبغي أن تتوحد تحت قيادة واحدة، وهذا الوضع طبيعي لا للأسف الشديد. الآن والوزير يتحدث ويجهر بالشكوى مرة أخرى حول وضع الأجهزة الأمنية المتعددة التي لا سلطان له عليها أو شيء ولا سلطان للشرعية عليها عموما. بالتالي هذا الأمر غوض من ضغط مصداقيته وغوض مصداقيته وغوض أيضا من ثقة الناس والتعويل عليه. لكن أمامه فرصة أخرى أتيحت له الآن، وعليه أن يثبت مصداقيته في هذا بهذا الصدد. وبالتالي تتصحح كل الامور. اذا صحت العلاقه بين الشرعيه والتحالف بشكل طبيعي ووضع طبيعي بالتاكيد ساعتها تنتظم العمليه ليتصحح الامر مع الاجهزه الامنيه، غير الاجهزه الامنيه فعلا تحت امر وزاره الداخليه، وساعتها يمكن الحديث عن الامن واستقراره الى اخره. لكن ذلك يبقى ضرب من الخيال ان نتحدث عن امن واستقراره الى اخره. كلام هو مضيع على الوقت وفي بوكين. حوالي 3 أيام أو 4 أيام تقريبا، يعني حي المندالة في عدن يشهد 3 جرائم قتل في أقل من 48 ساعة، وأحد القتلى ضابط شرطة. يعني هنا تكون المشكلة. طيب شكرا جزيلا لك استاذ فهمي السقف المحلل السياسي من عدن، واعتذر عن رداءة الصوت في الاتصال معك. عود مره اخرى للاستاذ عبد الرقيب الهدياني. استاذ عبد الرقيب، اذا اليوم المطلوب من الوزير كما ذكرت انه الكشف وفق بالمعلومات والادله عن من يقف وراء الاغتيالات والعمليات الامنيه التي حدثت مؤخرا في العاصمه المؤقته، هل تعتقد لدى الوزير هذه المعلومات؟ وايضا ما المطلوب اليوم من الحكومه ووزاره الداخليه غير التصريحات
لضبط الحالة الأمنية في عدن؟ طبعا يعني في حدود التصريحات والكلام الذي صدر عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه احمد الميسري، يعني كلام مسؤول، وان كان بعضه يعني اتجه الى الحديث باعتباره كزعيم معارض وليس شخص مسؤول يجب ان يوضح وان يعني يتحدث عن قرارات وعن اجراءات، وان نستمع خلال الايام القادمه عن عمل يعني يستفيد منه الرأي العام، يعني بدل أن يتحدث رئيس الوزراء عن سلطات أخرى تنازع الدولة قرارها في العاصمة المؤقتة عدن، وهذا أمر يعني هو رأس الخلل وهو أساس المشكلة التي نعانيها ويعانيها المواطنون في عدن. بالتالي على الجميع، هناك متابعين ومراقبين نعلم هذه الجهات، هناك أذرع أمنية وعسكرية كبار من خارج الدولة، هناك الحزام الأمني، هناك أمن عدن الذي يتبع ورئيسه شلال علي شايع الذي يوالي الإمارات أكثر من ولائه للدولة، هناك ميليشيات المجلس الانتقالي الذي تعبث خارج الدولة، هي التي تستوطن عدن، وعدن اليوم هي عنوان هذا العبث وهذا الخراب وهذا القتل شبه اليومي. نحن اليوم طيب استاذ عبد الرقيب، هذه الأجهزة والأذرع الأمنية التي تقول أنها تمارس العبث في الجنوب وفي المحافظات الجنوبية، الأستاذ منصور صالح يقول لك هذه الأجهزة الأمنية هي تمثل أبناء الشعب الجنوبي وهي معبرة اليوم عنهم وهي تضبط الحالة الأمنية في هذه المناطق. يا أخي، هذه خطاب الأخ منصور، هو يمثل مكون اسمه المجلس الانتقالي، وهو يمثل ثلاث مديريات في المحافظات الجنوبية، هي المثلث الضالع ويافع ورسان، والمجلس الانتقالي يمثل 5% من جغرافيا وسكان الشعب الجنوبي. المجلس الانتقالي كائن غريب لا يمثل الجنوب، مرفوض في المهره، مرفوض في حضرموت، مرفوض في عدن، لا يستطيع اليوم المجلس الانتقالي ان يخرج مظاهره شعبيه واحده. الشعب الجنوبي اليوم يئن من هذا المجلس ومن ميليشياته ومن عبثه ومن ارتهانه والعمل لمصالح الخارج بعكس الجنوب، عطلوا الموانئ، عطلوا المطارات، يديرون هذه الميليشيات وهذا القتل وهذا العبث وهذه السجون السريه، وبالتالي هذه الميليشيات يعني مرفوضه من الجنوبيين، نحن كجنوبيين نرفضها ولا تمثلنا، تمثل 5%. طيب استاذ عبد الرقيب، اذا كان الشعب في المحافظات الجنوبيه والمواطنين كما تقول يئن من هذه الممارسات، ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي، هو أيضا في ذات الوقت يئن من تلكؤ وتخاذل وضعف الشرعية على القيام بمهامها وأداء مهامها على أكمل وجه. بكل تأكيد أداء الحكومة الشرعية ليس على شكل يعني ليس على ما يرام، هناك ضعف وهناك عجز وهناك بيع حتى للمواقف. نتذكر الوزير الميسري عندما حدثنا قبل بضعة أشهر أن سلطته وأن وزارته لا سلطة لها للسجون السرية، ثم رأينا به وقد طار إلى الإمارات، ثم سمعنا تصريحات يعني يدعم ويعني يتغنى ويتغزل بالإمارات، ونائب الوزير الأخشع وهو يمشي وجود السجون السرية بعكس ما نشاهده في عدن من مظاهرات واحتجاجات ووقفات شبه يومية لأهالي المستضيفين يبحثون عن أهاليهم، يقفون جوار منزله وجوار يعني وزارة حقوق الإنسان. بالتالي الشعب هو الفيصل، وما يحصل اليوم من تصاعد ومن خطاب ومن احتجاجات في الجنوب في عدن وفي حضرموت وفي شبوة هو الفيصل وهو الحقيقة. بالتالي على الحكومة الشرعية أن تخرج من دائرة التصريحات ومن لغة الابتزاز إلى دائرة الفعل وتحمل المسؤولية. سأعود لك أستاذ عبد الرقيب، أعود مرة أخرى لأستاذ منصور صالح في القاهرة. أستاذ منصور، إذن الآن في ظل التوصيفين الحاليين، مثلا
التوصيف الذي يقول أن اليوم هذه الأجهزة الأمنية والأذرع الأمنية التابعة لمجلس الانتقال الجنوبي كما تقول أنها اليوم معبرة وتتحمل مسؤوليتها أمام أبناء المواطنين في الجنوب، هناك من يرى أنها تمارس العبث كما استمعت من كلام الأستاذ عبد الرقيب الهديني. في ظل هذه الحالة القائمة اليوم، حالة التنازع في الصلاحيات، من يتحمل مسؤولية الانفلات الأمني والاغتيالات الحاصلة في عدن والمحافظات المحررة؟ أستاذ منصور، أستاذ منصور، إذا يبدو فقدنا الاتصال بالأستاذ منصور صالح من القاهرة. أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الرقيب الهديان. أستاذ عبد الرقيب، إذا الآن لماذا بعد كل هذه التطورات وكل هذه الفترة الزمنية لا تصحح العلاقة ما بين التحالف والشرعية فيما يخص ضبط المشهد الأمني في عدن وباقي المحافظات المحررة؟ يعني هذا يكشف يعني عدم قيام الحكومة الشرعية وسلطاتها سواء الرئاسة أو الحكومة يعني التصدي لكل هذه الممارسات، وأن تكون واضحة مع التحالف. هناك جملة من الاختلالات والأخطاء والعبث الذي يجري اليوم في المحافظات المحررة، وعدم عنوان هذا العبث يعني هذا يعود الى القائمين على الحكومه الشرعيه انهم يعني ليسوا على مستوى القرار وليسوا على مستوى هذه التحديات. يعني 4 سنوات من العبث ومن الفوضى ومن الاغتيالات. يعني مثلا مدير الامن في عدن وهو احد يعني اوجه المشكله الحاصله في عدن معين بقرار جمهوري. الا يستطيع رئيس الجمهوريه يعني ان ياتي بمدير امن يعني يتحلى بالمسؤولية وبالمهنية وبروح وطنية؟ لماذا لا يتم معالجة المشكلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهي التي يعني تمسك بكل هذه الأذرع الأمنية والعسكرية؟ لماذا يتم التجاهل لكل هذا العبث الحاصل في عدن وفي المحافظات الجنوبية؟ على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يمثل الحكومة الشرعية، أن يمثل نبض الشارع الذي يخرج كل يوم في عدن وفي حضرموت وفي المهره وفي شبوه، والا فان شرعيته ستتناقص وتتآكل، ويصبح هناك فرق شاسع بين نبض الشارع وبين مطالباته وبين يعني ارائه وبين صمت وتواطؤ الحكومه الشرعيه. اشكرك جزيلا عبد الرقيب الهديان المحلل السياسي، كنت معنا من عدن. أعود مرة أخرى للأستاذ منصور صالح من القاهرة. أستاذ منصور، إذن في ظل التنازع الحاصل الآن وكما تقول أنت أن اليوم الأجهزة الأمنية الموجودة في عدن المحافظات المحررة هي تمثل الشارع هناك، تمثل المواطنين في تلك المناطق وتعبر عنهم من حيث تنطلق من حيث مسؤوليتها أمام هؤلاء. في ظل هذا التنازع الحاصل، من يتحمل مسؤولية الانفلات الأمني والحالة الأمنية السيئة في هذه المناطق؟ هو نعم، اولا للتوضيح انه لا يوجد تنازع ما بين الاجهزه الامنيه. هذا التنازع تحدث عنه وزير الداخليه، نائب وزير الداخليه الميسري. نعم 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 نعم، ساكمل. لا يوجد تنازع بين الاجهزه الامنيه بحد ذاتها، لانه هذه الاجهزه الامنيه هي تمثل افراد وضباط وقوات امنيه جنوبيه هي شاركت في حرب تحرير عدن ومحافظات الجنوب، وهي اليوم من تتحمل حماية الأمن والاستقرار في هذه المحافظات، وقدمت قوافل طويلة من الشهداء في سبيل الوصول إلى ما وصلنا إليه، لأنه لا يمكن تصور حال عدن اليوم عما كانت عليه قبل 3 أعوام. هو لا توجد أجهزة أمنية أساسا متنازعة ولا مختلفة، الأجهزة الأمنية موحدة وتقدمها قوات أمن عدن وقوات الحزام الأمني، وهي من تتصدى لكل أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات التي تحدث في عدن وعدد من محافظات الجنوب من خلال، وقدمت في سبيل ذلك عدد من الشهداء. لكن هو يوجد أحيانا محاولات لتعطيل عمل هذه الأجهزة الأمنية، محاولات ربما يقف وراها أصحاب القرار السياسي في الحكومة الذين جزء منهم يسعى لتعطيل هذه. لكن يبدو أستاذ منصور كأنه الآية عكست، يعني الآن الحديث الآن أنه عمل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الأجهزة الشرعية هي من تعطل بفعل الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لمجلس الانتقال الجنوبي. سأسألك سؤال، هل لك أن تذكر لي جهاز أمني واحد يتبع
الاجهزه يتبع السلطه الشرعيه موجود في عدن، بمعنى ولاء مطلق للسلطه الشرعيه، ويناهض القضيه الجنوبيه او يناهض هو انا الان في موقع انا في موقع اننا لا اجيب ان اسالك لا انا اسالك استاذ منصور، لكن ما هو معلوم ومعروف ان وزاره الداخليه وجهاز الشرطه يتبع الحكومه الشرعيه يعني. وجهاز الشرطة الذي تقصدونه هو أمن عدن في عدن لا غيره. هل هناك كما أقصد أمن تعز وأمن حضرموت وأمن أبيان وأبن هذه ليست في عدن، نحن نتحدث عن عدن الآن. نحن نتحدث عن عدن، أما إذا انتقلنا إلى تعز فالجرائم أنكى وأمر، وما يجري في تعز كان أحق وأولى أن تسلط عليه الضوء، باعتبار أننا كل يوم نسمع عن أعمال اغتصابات الأطفال واختطافات. طيب هذا الاختلال الأمني الموجود اليوم في المشهد العام الأمني في المحافظات المحررة إلى أي حد يمكن إرجاع سببه هو عدم وجود علاقة صحيحة ما بين التحالف والشرعية؟ مسألة العلاقة وتقييمها ما بين التحالف والشرعية ينبغي أن تكون بدرجة أساسية مهمة الحكومة ومهمة الرئيس عبد الرب منصور. هذه ليست مهمة المركز الانتقالي الجنوبي، وليست مهمة اللواء شلال علي شايع، وليست مهمة أمير أبو اليمامة، ولا أي قائد عسكري جنوبي. هذه علاقة الرئيس عبد الرب منصور هذه، والحكومة تقول أنها هي من استدعت الأشقاء في التحالف العربي، وهم فعلا بعد من كانت الأخ الرئيس قد لجأ إلى الخارج، وكل قياداته العسكرية والأمنية لجأت إلى الخارج، كل المسؤولين هم مقيمون اليوم في قطر وفي اسطنبول وفي السعوديه، جاء التحالف العربي وهو من اعادهم. واذا كانوا يرون ان هناك خللا ما في هذه العلاقه فليملكوا الجرأة وليقول للتحالف قف عند حدك، انت تجاوز ما هو مطلوب منك. ليست مهمه اللواء شلال علي شايع، ولا مهمه امن عدن، ولا مهمه الرئيس عدروس فاطمة عبد العزيز الزبيدي لتصحيح هذه العلاقه. هذه علاقه ينبغي ان تكون الحكومه اكثر جرأة واكثر وضوح واكثر شجاعه، وان تكون ايضا متصالحه وصريحه. لا أن تعتبر تدخل التحالف العربي لحماية مأرب وصواريخ الباتريوت الإماراتية التي تحمي مأرب وتحمي سكان مأرب وتحمي سلطان العرادة وتحمي وزراء الحكومة الموجودين في مأرب، هؤلاء أشقاء وأصدقاء وعلى العين والرأس. لكن هنا السؤال الأخير أستاذ منصور، في ظل هذه المطالبات اليوم سواء منك أو من الأستاذ عبد الرقيب الهدياني في هذه الحلقة على سبيل المثال بأن الحكومة تكاشف الناس وتطالب بتصحيح وتصريحات جادة، إلى أي حد تعتقد أن التصريحات التي تحدث عنها وزير الداخلية بالأمس نائب رئيس الوزراء قد تكون مقدمة لتصحيح هذه العلاقة والمكاشفة مع التحالف؟ لا، أنا لا أعتقد أنها مقدمة وليست مؤخرة في كل الأحوال. المسألة أن الأشقاء الأخوة في الحكومة ما زال إلى الآن خطأهم ملتبس فيما يتعلق بالتحالف العربي. هم يعتبرون حينما يكون لمصلحتهم في أشقاء وأصدقاء وإخوة ونحن عرب ودمنا واحد وتضحياتنا، ونشكر الأشقاء على ما قدموا. حينما يتعلق الأمر هذا في مأرب، حينما يتعلق الأمر بدعمهم في البيضاء، حينما يتعلق في دعمهم في تعز، لكن حين يتعلق الأمر بدعم أي مكون جنوبي أي قوة عسكرية جنوبية على التأيينها، فهؤلاء هم أعداء، وهم هؤلاء هم من يدعم الميليشيات، وهؤلاء هم من يسعون لتفكيك اليمن وتمزيقها، وهؤلاء هم من يعتبرهم من تجاوزوا حدود السيادة اليمنية. فقط نريد الحكومة أن تكون أكثر وضوحا مع نفسها وأكثر جرأة وأكثر واقعية ومنطقية في الكلام. أما أن يكون هذا التحالف العربي تجاوز الحدود وهو غير مرغوب فيه، قولوا إذا فليذهب التحالف العربي وليبدأ أولا بسحب قواته من مأرب التي تحمي مأرب، ولولا قوات التحالف العربي الموجودة في مأرب لكان الحوثي خلال 3 ساعات يحكم سيطرته بشكل مطلق على هذه المدينة، ولكانت صواريخه تدك معسكرات المعسكرات العسكرية الشرعية في داخل مأرب، وتدك قصر سلطان العرادة وبنوك هناك. لكن حين يتعلق الامر في عدن يختلف الامر، حين يتعلق الامر في الجنوب تقصد ما حدث ووصول ضرر والحوثيين الى قاعده العند على سبيل المثال فقط. هذه طائرات مسيره وسبقا وصلت الى معاشيق. طيب اشكرك جزيلا استاذ منصور صالح الكاتب الصحفي من الى الدمام والى المناطق. شكرا جزيلا لك استاذ منصور صالح الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهره، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه عبد الرقيب الهدياني من عدن المحلل السياسي، وايضا المحلل السياسي فهمي السقاف كان ايضا معنا من عدن. شكرا جزيلا لكم، انتهت حلقه هذا المساء، نلقاكم في الغد.